وسعوا لهم يا شباب. عندنا رفض على هدم الإهراءات، إنه نحن منعترض على الموضوع، منعتبره طمس لمعالم الجريمة. نحن مش ضد الإعمار، بس من بعد ما بين الحقيقة، لأنه الحقيقة هي أهم بكتير من إعمار الحجر. موضوع كتير حساس كده بالنسبة لنا، خاصة أهل شهداء خوش إطفاء. رأيت الأمن نحن ضد تهدم الإهراءات، مشان بس بدوش يكون نقاشات. الدولة اللبنانية تلاقي غير شفترة تعمل فيها إهراءات جد. أكيد نحن مش ضد إعمار المرفأ، بس الهرائيات قلنا مطرح مثلا انفجار وطحما راحوا اخواتنا وتشقفوا. بعتقد هي مطلب كل اهلي بتفقوا عليها، حتى الاهلي اللي ضد رأينا بموضوع التحقيق بنتفق كلنا على موضوع ان الهرائيات لازم يضلوا موجودين بتمهني ذاكرة جماعية لكل اللبنانية. رسالة من اهالي ضحايا شهداء مرفق بيروت للدولة اللبنانية للوزارة، لحتى يعرفوا انه نحن معترضين، نحن مش ضد الاعمار، حقيقة عدالة مقابل اعمار مرفق بيروت. كيف بده يعمروا؟ بده يشتغلوا بالمرفق قبل ما تبين الحقيقه. يعطونا الحقيقه ويعمروا المرفق من الصبح، بس ما يعطونا الحقيقه ويقولنا مين قتل اولادنا.